السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. لو سمحت يا شيخنا دلوقتي أنا يعني إيه بوسوس في الصلاة وكده، تمام؟ فالنهاردة يعني في صلاة المغرب وكده يعني كنت في الجامع، فكنت هصلي المغرب لوحدي يعني منفرد يعني. وكان في جماعة بس أنا يعني إيه مرضتش أصلي يعني لغاية وسوسة يعني اللي هو يعني كنت محرج وحاجة زي كده يعني. وحاجة زي كده يعني، حاجة زي كده إيه؟ تترك الجماعة ب 27 درجة من أجل إبليس تصلي منفردا؟ ما موضوعك؟ يعني بس أكمل بس أقول لك اللي حصل يعني. فبعديها يعني إيه تذكرت إن أنا يعني بعاني في الصلاة من مشقة يعني كده بسبب الوسواس، وإن صوت الجماعة يعني صوت الجماعة بتسهل لي يعني بتسهل لي الصلاة وكده، فروحت صليت جماعة معاهم. طيب. بس بقى المشكلة يعني اللي أنا يعني نيتي ما يعني صوت الجماعة ما كانش لله، كانت إن أنا دعك من الوسواس يا حبيبي، ما توسوس لنا هنا. تعوذ بالله من الشيطان الرجيم والزم سنة نبيك الأمين عليه الصلاة والسلام. الزم السنة ولا توسوس. شكراً.